السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سطات. معنا واحد الحالة اجتماعية وإنسانية ديال واحد السيد اللي هو مسن. كيف ما كتشوفوا الحالة ديالو أنه كيتفرش الأرض وكيلتاح في السماء، لا حنين لا رحيم، ما عنده لا أسرة لا حتى شي حاجة. بغيناك أخويا تكلم لينا، الأصل ديالك منين؟ من ولاد بوزيري. كيفاش انت كتعيش هاد الظروف ديالك دابا؟ كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، يعني السيد ما عنده لا غطا لا والو لا والو، يعني كيحاول يسخن مسكين غير العافيه باش كيدفى بها، كيسخن غير العافيه باش كيدفى بها، وما عنده لا مانطا لا حتى شي حاجه. الاصل ديالك من ولاد بوزيري، منين بالضبط؟ من ولاد بوزيري. تكلم 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 خود. كيفاش كتنعس هنا؟ من ولاد بوزيري منين بالضبط؟ متابعي قناة شوف تي في، كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم معنا. واحد الحالة اجتماعية وإنسانية. هاد السيد هو الآن بالضبط حدا واحد الإعدادية ديال مولاي عبد الله اللي كتواجد بالقرب ديال المستشفى الحسن الثاني بسطات، اللي احنا بالصدفة كنديروا واحد الجولات ديالنا اعتيادية وتصادفنا هاد السيد، لأنه كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، غير كيشعل العافية ديالو باش كيسخن، ما عنده لا فراش لا والو. فينا هما الجمعيات ديال المجتمع المدني بالمدينة ديال سطات؟ يعني كنطالبوا الجمعيات ديال المجتمع المدني بالمدينة ديال سطات والفعاليات الحقوقية أنها يعني تشوف بعين الرحمة لهاد المسن اللي هو يعني كينحدر من المدينة ديال سطات، وبالضبط بواحد المنطقة ديال ولاد بوزيري بالمدينة ديال سطات. كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، في العز ديال هاد البرد وديال هاد المجموعة من الأمور، يعني كنشوفوا هاد السيد أنه مسكين كيعيش هاد الحالة، يعني حالة اللي أنه مسكين ما كيتغطى ما حتى شي حاجة. مسكين ما كيتغطى ما والو. كيف ما كتشوف الاخ، يعني هاد السيد ما كيتغطى ما والو، ما عنده لا فراش لا حتى شي حاجه. هو من المنطقه ديال الولاد بوزيري، القيسر بالضبط. انا في الحقيقه كيف ما كتشوف اخويا، يعني هاد السيد عيب 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 انه يعني ما عنده لا منطق لا فراش لا حتى شي حاجه. هو كيتواجد الان بحدا الاعداديه ديال مولاي عبد الله، ياك اخويا، بالقرب ديال المستشفى الحسن الثاني بسطات. هاد السيد مسكين قاتله الجوع والقهر وما كياكل ما حتى شي حاجه، ما كيتفرش حتى شي حاجه للاسف الشديد. فينا هما الفعاليات ديال المجتمع المدني بمدينة سطات، الجمعيات الحقوقية، المحسنين، أنهم يشوفوا بعين الرحمة لهذا الإنسان اللي هو مسن، اللي أنه في عز هذه الموجة ديال البرد أنه كيعاني، ما كاينش اللي أنه كيشوف فيه ولا أنه كيعطف عليه. متابعي قناة شوف تي في، كنحييكم في التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم. حنا من خلال الجولات الاعتيادية ديالنا بالمدينة ديال سطات صادفنا هاد الحالة ديال هاد السيد المسن اللي هو مسكين. كيف ما كتشوفوا هو ما عنده لا غطا لا فراش، ما عنده لا غطا لا فراش لا حتى شي حاجة. كيحاول انه كيشعل عويدات باش كيسخن بهم. واش هاد العواد اللي كيسخن بهم واش كافين انهم يدفيو هاد السيد لأنه كيعيش بلا غطاء بلا فراش بلا حتى شي حاجه؟
راه كيعيش بالقرب ديال المدرسه ديال مولاي عبد الله، اعداديه ديال مولاي عبد الله اللي كتواجد بالقرب ديال المستشفى الحسن الثاني بسطات، اللي من خلاله اننا كناشدوا المحسنين وكناشدوا الجمعيات انهم يشوفوا هذه الامور. الاخ نتا غير جار والدرب ديالكم، بغينا كتكلم مع الاخ وتعاود لنا المعاناه الا كان ممكن، ما كانش ماشي مشكل. كيفاش هذا السيد مسكين كيعيش دابا؟ شحال من سنه وهو كيعيش؟ شي 20 عام ولا 20 سنه. ماشي سهله 20 سنه وهو كيعيش حدا الاعداديه ديال مولاي عبد الله، حدا هاد البلاصه، راه ما عنده لا فراش لا غطا لا والو. ها انتوما كيف ما كتشوفوا، ما عنده لا فراش لا غطا لا والو، مشى على العافيه باش كيسخن. في الصباح كيدور يطلب الدراري مسكينه، كيديروا معاه المزيان، دبروا عليه باش يشرب قهيوه ياكل هو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، من خلال هاد الرصد والجولات ديالنا أننا صادفنا هاد الحالة ديال هاد المسن اللي كيعيش، راه ما عندوش الفراش، ما عندوش الفراش، راه ما كيتفرش حتى حاجة وما كيتغطى حتى حاجة. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. اللي هو انسان مسكين انه كينحدر من المنطقه ديال ولاد بوزيري، كيف ما قالنا هذا الاخ من المنطقه ديال قيسر، لانه الجمعيات الحقوقيه ولا يعني كناشدوا الجمعيات ديال فعاليه المجتمع المدني بديت سطات انهم يشوفوا هذه الحالات، لانها كتعيش في البرد وفي هذه القساوه ديال البرد. انتم كيف ما كتشوفوا راه كاينه غير الارض، ما عنده لا فراش لا غطاء لا حتى شي حاجه. متابعي قناه شوف تي في، كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر مع حاله اجتماعيه جديده.